ماشي. الحمد لله على السلامة يا ستي. الله يسلمك يا اخوي. سلام. على السلامة. اللي انت ما سألتنيش يعني النهاردة هخلص الساعة كام؟ انت بتبصلي كده ليه؟ لعلمك رموشي كده طويلة رباني. انا مش حاطة مسكرة ولا حاطة ميك اب ولا بحب تاتو الحواجب ده ولا بحب البتاع اللي بيحطوه في اسمه ايه مانيكير، مع ان عندي شنط ميك اب قد كده في البيت. انت بتحب الميك اب؟ فيها طارق ما ترد عليا، مش بكلمك. عارفة يا صدفة اول مرة اخد بالي من لون عينيكي. وده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ العصب البصري عندك بعافيه ولا ما انتش مركز في تفاصيلي؟ لا يا طارق، انا احب الراجل اللي معايا يبقى مركز في كل تنتوفه فيا. انا من كتر ما ركزت في تفاصيلك يا صدفه نظري ضعف. طب كويس، ربنا سترها، الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامه وانت اللي سايق. ابقى روح اعمل الليزر، السيد منيله دي اسمها الليزر. حاضر، هروح اعمل الليزر. قولي لي بقى هتخلصي الساعه كام؟ الساعه واحدة ونص. الساعة واحدة هتلاقيني واقف لك قدام باب المدرسة. أوبر قلبي يا ناس، أنت فاضي بقى؟ أوبر قلبك بقى قاعد وفضيلك لحد ما أجيب حق اللي واكله زفت الطين. جوزي؟ ما تقولش كده على جوزي يا طارق. جوزك مين يا بت؟ بتك بتك. أنا بس بغيظك، ما أنت عارف إن أنا ما بطيقش اسمه أكتر منك. وأنا خلاص اتغصت يا أختي، ما تجيبيش سيرته تاني على لسانك بقى. طب لا إله إلا الله. محمد رسول الله. على السلامة. تعالي تعالي، انت كويسة؟ حنان كان عندها حق، ابوي عايز يقتلني يا طارق، عايز يقتلني. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.